ممكن إنسان لا يحضر مجالس العلم يكون متلبس بألف معصية ومعصية ويقول لك أنا لم أفعل شيئا. أوضح مثال، في بعض الأمراض ما لها مؤشرات، منها الضغط، ممكن يكون الضغط 22 الأعظم، هو النظام 12-22 ولا تشعر بشيء، و22 معناها خسر بالدماغ أو فقد بصر أو انسلاخ بالشبكية، يعني الضغط إذا ارتفع خطير جدا، ومع ذلك الضغط أحيانا ما له مؤشر. فإذا واحد ضغطه مرتفع كيف يعالج ضغطه إن لم يعلم أن ضغطه مرتفع؟ يحتاج إلى مقياس ضغط. مجلس العلم في الحقيقة مقياس للضغط، بتعرف حالك مستقيم أو منحرف، مالك حلال أو حرام، عملك مستقيم أو غير مستقيم، محسن أو مسيء. الشيء الذي يدهش تلاقي الناس يرتكبون الكبائر، يأكلون أموالهم بالباطل، ينغمسون في الملذات المحرمة ويصلون، لك شو عامل؟ الناس كلها هيك. فلذلك مجلس علم مهمته الخطيرة أن يعرفك بنفسك، أين أنت من الدين؟ أنت مع المستقيمين، مع المقصرين، مع المغتصبين، مع السابقين، مع الظالمين لأنفسهم لا سمح الله، أين أنت؟ لذلك العلماء قالوا أول مرحلة في حل المشكلة أن تعلم أنها مشكلة، أن تعلم أنها مشكلة. يعني في بعض الأورام في وقت المبكر معالجتها سهلة جدا، الإنسان لا يعلم أنه ورم. فلذلك الإنسان لما يحضر مجلس علم، هلأ موضوع الغيبة صلنا فيه كم درس؟ يمكن هي الدرس الخامس، هذا لسه في عنا درس ثاني إن شاء الله، 6 دروس في موضوع الغيبة وكل آيات وأحاديث. الإنسان لما يعرف أنه هلأ حيتكلم غيبة وقف، حيسمع غيبة وقف، هي بطولة. هي ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. أحد الساسة الغربيين الكبار الذين ربحوا الحرب العالمية الثانية قال كلمة لكن دقيقة جدا، قال ملكنا العالم، كانوا يقولون لا تغيب عن هذه المملكة الشمس، ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا. أما المسلم ملك نفسه، الذي يملك نفسه هو البطل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. ضبط لسانك. لسه طبعا آخر درس عن رخص الغيبة، في غيبة واجبة واجبة، لكن أنا لا أحب أن أتوسع بها لئلا يساء استخدامها. أما الآن نحن نبقى في معالم الغيبة الواضحة، يعني أكبر حديث وأخطر حديث يجب هذا الحديث الشريف، حينما تغتاب زيدا يجب أن تعلم علم اليقين أن زيد سيأخذ حسناتك، وإن لم تكن لك حسنات سيطرح عليك سيئاتك. وفي الأحاديث الشريفة الصحيحة حديث آخر لا يقل عن هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا لا، أو قالوا من لا درهم له ولا دينار؟ قال لا، المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرحوا عليهم سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا المفلس. مشكلة المسلمين إسلامهم شعائري، متعاملي، شعائري، يعني بيصلي
بيصوموا بيحجوا بيعتمروا بيدفعوا زكاة ماله، وما سوى ذلك هم في بحبوحة، بيغتابوا، في بالدخل شبهة، بالإنفاق شبهة، في اختلاط باحتفالاتهم بنزهاتهم بسفر بإقامتهم في بيعهم في شرائهم. أول صف بيصلي، أول صف، والصف الأول له فضيلة كبيرة جدا، لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاقترعوا عليه. أما عنده مطعم بيبيع خمر بالمطعم، إنه المطعم خمس نجوم، ناله بس هي حرام، قال إن شاء الله بلا بتشريكي أنا ما دخلني، برأبته إن شاء الله، فكره خلاص يعني، إذا حط برأبته خلاص ما خلاص. فإذا إنسان يعمل دخله من مطعم يبيع الخمر، ما معنى أن يصلي أول صف؟ في مسبح مختلط صاحبه عمل مولد ودعا بعض المتكلمين وتكلموا في هذا المولد وأثنوا عليه وعلى فضله وعلى كرمه وعلى تقواه وعلى صلاحه، والمسبح مختلط، وأيام يدعى الناس إلى عرس في بعض الفنادق وتوزع الخمرة ويؤتى بالراقصات وعلى بطاقة الدعوة الطيبون للطيبات. شايفين هالتناقض المريع، هالمفارقة الحادة في المجتمع الإسلامي؟ بقي الدين شعائر، عبادات جوفاء لا تقدم ولا تؤخر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ما أضاعوا أداءها، أضاعوا خشوعها، أضاعوا الاستقامة قبلها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولا يخفى عليكم أن المسلمين لقوا ذلك الغي. هذا الحديث إخواننا الكرام، يعني واحد سألك فلان بدي زوجه أختي، وبتعرفه كذاب، تعرفه منحرف، تعرفه ما بيصلي، هذا موضوع ثاني، يجب أن تقول له إياك أن تزوجه أختك، فهو لا يصلي ويشرب ونصاب، ماشي، هذا موضوع ثاني. إنسان ينشر فكر فاسد مبتدع، ما قولك بفلان؟ كل الناس خير وبركة، لا كلام دجل هذا، قل له فلان منحرف العقيدة، يعتقد كذا وكذا وكذا، هي ليست غيبة إطلاقا، الدرس القادم إن شاء الله نأتي عليها. أما مسلم يصلي صائم عقيدته صحيحة غلط واستحى بغلطه ويغلب عليه الحياء والتستر وما حدا سألك عنه، لماذا تطعن به؟ هنا المشكلة أخواننا الكرام، إن مساوئ الأخلاق تعالج بالعلم والعمل. في عنا علاج عام وعنا علاج خاص. في الدرس الماضي ذكرت بواعث الغيبة، فنحن في عنا علاج عام أولاً، ثم علاج لكل باعث من بواعث الغيبة، لكن أكبر علاج أنه كل حسناتك تخسرها يوم القيامة. ما لك حسنات؟ صلت بالجامع 10 سنوات، جمعة وسبت وأحد واثنين، دافع زكاة مالك، بتغض بصرك، يعني زوجتك محجبة، دخلك حلال، حسنات كلها هي بتضيعها كلها من شان تسلى بسهرة على زيد أو عبيد، معقول؟ قال له لقد اغتبتني، واحد للحسن البصري، قال له ومن أنت حتى اغتابك فأحكمك في حسناتي يوم القيامة، يعني أنت أقل أنه اغتابك، لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، إذا أخذوا حسناتي قضية داخلية بالتم مشكلة. قال له ومن أنت حتى اغتابك، أنت أقل من ذلك، لو أنني اغتاب أحدا اغتاب والدي، فإذا أخذا مني حسناتي أمي وأبي، من أنت حتى أغتابك؟ طبعاً إذا واحد ما له حسنات في عنده مشكلة ثانية، يعني واحد فوق مشكلته تجي مشكلة أخرى، واحد في عنده مثلاً كوم قمامة وما في يصرفها، أم إجا كوم ثاني فوقه،
كوم ثالث كوم رابع انعمى قلبه بالكمامة. يعني فوق سيئاته بتجي سيئات الآخرين إذا ما له حسنات. هي أهم نقطة بالدرس، تعالج الغيبة بيقينك أن حسناتك تتلاشى يوم القيامة، تروح. كل من اغتبته يأخذ من حسناتك، فإن لم تكن لك حسنات كل من اغتبته يطرح عليك من سيئاته. وذكروا مثل البيت، 3.5 سنوات من شراء الأرض إلى استصدار الرخصة إلى حفر الأساسات إلى بناء الهيكل إلى كسوة البيت إلى تزيينه، ويأتي واحد يأخذه منك عنوة ملكش. بعض البلاد يعني فيها الإقامات صعبة، فمرة طلع قانون كل واحد يملك محل يجب أن يسجله بمواطن من هذه الدولة. واحد له 40 سنة له محل فيه بالملايين، نقى أصلح واحد سجله باسمه. ثاني يوم لقى المفتاح مغير، مالك عنا شيء. 40-50 مليون راحوا بثانية، شيء لا يحتمل، يمكن يصير معه جلطة يموت. هي مثلها بالآخرة، مثل حسنات حياتها كلها وينها؟ ما في شيء. أنت كنت مغتاب، ما نفد عالم إنسانك، هذا مو فهمان، هذا ما له مخلص، هذا منافق، وهذا كذا. طيب الحديث الصحيح الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. قال: شر الناس من لم يكن صالحا ويقع في الصالحين. من لم يكن صالحا ويقع في الصالحين. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أنت كامل؟ الآن نبدأ. إذا الإنسان زم خلق إنسان قال عنه قصير، طيب هو خلق نفسه؟ العلماء قالوا: من ذم خلق آدمي فكأنما يذم خالقه. واحد قال لرجل: يا قبيح الوجه، فقال هذا الرجل: ما كان خلق وجهي إلي فأحسنه، ما أنا شكلت وجهي. يعني أقول لك بصراحة، أشد شيء أن تذم إنساناً بخلقه، ما له ذنب، قالت له قصيرة. السيدة عائشة الطاهرة المطهرة الحصان التي كان النبي يحبها حباً جماً، بنت الصديق، عن ضرتها قالت له قصيرة. قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. ومياه البحر تجري فيها الأنهار أو تجري فيها المياه السوداء من كبرى المدن 50 كيلومتر، بالطائرة 50 كيلومتر خط أسود بالبحر، مجاري المدن الكبرى بالعالم، ومع ذلك في الفقه البحر طاهر ماؤه. 50 كيلومتر مياه سوداء، كل المدن الساحلية أين تصب مياه المالحة؟ في البحر، ومع ذلك البحر لا ينجس طاهر. أما كلمة قصيرة، قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. الآن على التفصيل، هذا السبب الإجمالي. الإجمالي في عنا حديث أساسي، وإن اعتقدته تماما حافظ على حسناتك، وإياك أن تطرح عليك سيئات غيرك. إذا في ضرورة في رخصة موضوع ثاني، أنا مالي عم كبلك، ما بصير. بالعكس، الأيام شائعة بين الناس، بيكون شخص خطب بيقول له: بتعطيه بنتك؟ بيقول له: إيه والله بعطيه بنتي، كل الناس خير وبركة. بيطلع بيشرب، بيطلع نصاب، بيطلع مشاغب. أنا ما بدي اغتاب حدا. لا، أنت لازم تغتابه، لازم تغتابه وتنفذ أخوك من هالصهر، وإلا أنت آثم، آثم اسم كبير. أنا ما لي عم كتف الإنسان، الشرع واقعي. إذا كان في مصلحة للمسلم للمسلمين
في إظهار عيب فلان ينبغي أن تظهره ولا تخشى المعصية، لكن هذا في حدود ضيقة جدا. يعني واحد جاء بيتك يسألك عن زيد لأنه خطب أخته، واحد سألك عن عبيد لأنه يزمع أن يشاركه في عمل تجاري وتعلم أنه نصاب، قل له أخي ما دخلني، كل الناس خير وبركة أحسن مني، هي تلبس اسمها. إن كنت تعلم أنه نصاب يجب أن تنبهه، وأنت لست مغتابا، أنت ناصح ولست مغتاب. هذا موضوع ثاني، بس ضيق الموضوع، يمكن ما بتحتاجه بالشهرين مرة، يمكن ما بتحتاجه بالسنة مرة، ضيق جدا. أما هذا الذي يجري في البيوت بالسهرات بالندوات بالسيارين من فلان لفلان لفلان لفلان، سبحان الله، الإنسان إذا طلب العلم في عنده حقائق وعنده أفكار وعنده معلومات وعنده تفسير آيات وعنده أحاديث شريفة وعنده مواقف صحابة بيملأ فيها كل فراغ. شوف جلسة المؤمن قطعة من الجنة، يعني أنت ما عندك شيء تحكي إلا الغيبة، احكي لنا عن الله عز وجل، عن أسماءه الحسنى، احكي عن رسول الله، احكي لنا حديث شريف فسرنا، احكي لنا آية كريمة، احكي لنا قصة عن صحابي، احكي لنا حكم فقهي، احكي لنا طرفة أدبية لطيفة، ما في مانع. والله في إنسان عنده إمكانية يملأ 10 ساعات كلام ممتع غاية الإمتاع، مفيد غاية الفائدة وما في غيبة، ممكن. اطلب العلم يا أخي، أنت اطلب العلم وحدث الناس بهذا العلم. أخي أنا ما لي داعية، لا داعية، كل إنسان في حدود ما يعلم وفي حدود من يعلم. إلك أخوات، إلك أصهار، إلك بنات، إلك شباب، جيران، زملاء، أصحاب، دول بتعرفهم. لا تنجو من الخسارة المحققة إلا إذا كنت متواصياً بالحق، لا أقول داعي، متواصياً بالحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق أحد أركان النجاة، التواصي بالحق أحد أركان النجاة. فأنت سمعت آية، النبي قال بلغوا عني ولو آية. أنا أتمنى على أخواننا الكرام أيام يكون دفتر صغير، آية الجمعة عجبته كثير، كل من عليها فان، فيها 6 معاني كتبهم. درس الأحد فيه حديث، هذا أساسي كثير الحديث، كتبه هالدفتر بجيبته. اندعى على الغداء، أخته دعته على الغداء، في شي ساعة ونص شو يحكوا؟ الطقس والله بارد، إيه بارد، خلصنا غيره، كلام ما له معنى. نزل ثلج، إيه نزل ثلج، مظبوط غيره، هالكلام لا يقدم ولا يؤخر. هالآية يحكي لهم إياها، هالحديث يحكي. اجعل من نفسك داعية متواضع، اكتب أشياء دقيقة، إذا سمعت ركز. أنت بتسمع أشياء كثيرة جميلة جدا بس لا تملكها، بدك إياها ما بتلاقيها. لما بتسجل تسمع شريط مرة ثانية تعيده، تأخذ كم نقطة، تكثر مختارات صغير، كم آية، كم حديث، كم حكمة، سمعان التفسير الدقيق. هلا انت وين معك زاد، لا في معصيه ولا في غيبه ولا نميمه ولا مشكله، يعني هذا ذكر لله عز وجل. ما ذكرني عبدي في نفسه الا ذكرته في ملأ من ملائكتي، اله يقول لك هذا. وما ذكرني عبدي في ملأ من خلقي الا ذكرته في ملأ خير منهم. بينطرح اسمك باعلى مجلس ويثنى عليك أعلى ثناء، ويتكلم الناس في شمائلك وأنت بشكل عادي جدا. فلذلك الإنسان ليذكر الله كثيرا، فاذكروني أذكركم. نعم، يعني أيام ببعض البلاد في لوحات على الطريق لا تنسى ذكر الله، جميلة جدا جميلة، لا تنسى ذكر الله. ذكر الله شفاء للقلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إن القلوب لتصدأ، قيل وما جلاؤها، قال ذكر الله. أول باعث للغيبة الغضب،
غضبك من زيد، تريد أن تشفي غليلك منه بأن تغتابه. عن معاذ بن أنس، عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور العين يشاء. أنت واحد تكلم عنك كلام قبيح وبتعرف عنه أفعال قبيحة كثير وجاء ذكره، الشيء الطبيعي حسب طبيعة البشر يعني تكله الصاع عشرة، أما البطولة أن تسكت. هو حكى عنك ما خلى عليك ستر مرضى، طعن بكل شيء تملكه، جاء ذكره وبتعرف عنه من القصص القبيحة والقذرة ما لا يعد ولا يحصى. أما سكتك، قال: من كظم غيظا وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور العين شاء. نقي، لأنك كظمت غيظا، يعني سكت عن الغيبة. وفي بعض الأحاديث القدسية: ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. إذا الله غضب شيء مخيف. سئل تيمور لنك: من أنت؟ قال: أنا غضبة الرب. برج الروس، لماذا سمي برج الروس؟ 50,000 راس عملهم برج بعد ما قتلهم، برج الروس، هي سبب التسمية. سئل تيمور لنك: من أنت؟ قال: أنا غضب الرب. قال له: ابن آدم أذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب، فلا أمحقك في من أمحق، فلا أمحقك في من أمحق. إذا الإنسان غضب يغزم غيظه، حتى إذا الله غضب من الخلائق ينجيه، لأن أنت مالك عن تاع، مالك عن شيء. الباعث الثاني: موافقة الأقران، يعني أنت رضاء أقرانك ومجاراتهم أغلى عليك من إرضاء الله عز وجل، مالك معنى، مالك مؤمن. الباعث الثاني: مجارات الأقران، الإنسان بيغتاب جلسة كلها عن فلان، هو أدلى بدلو، أخي شو بدي ساي، الكل عم يحكوا عنه وأنا بهالجملة واحد منهم، هي اسمها مجارات الأقران. يعني معقول أن يكون حياؤك من حولك أشد من حيائك من الله؟ أن يكون إرضاء من حولك أغلى من إرضاء الله؟ فأنت إذن لست مؤمنا وتخشى الناس. أما تنزيه النفس بنسبة الغير إلى الخيانة، الإنسان أيام يرفع نفسه على أنقاض الآخرين، يعني الأيام على مستوى طبيب بزور ألو كذا وصف لك الراشيطة، يعني بستحي طبيب مثلك زميل وقد يكون أفهم منه، يبني مكانته على أنقاض زملائه، إن كان طبيب إن كان محامي إن كان تاجر، هي بضاعة ستوكي باعك إياها، تبعك ستوكي مو تبعك ستوكي، غشك فيها، هو قالك أصلية هي لا تصدقك، هي تايوانية من عندك كله كلام، بدك تبني مجدك على أنقاض الآخرين. ماذا فعلت؟ عرضت نفسك لسخط الله، أنت أعليت بنظر السذج بس سقطت من عين الله ما وقفت معك، أعليت بنظر الجهل السذج لكنك سقطت من عين الله. هذا الباعث الثالث. الباعث الأول: إمضاء الغضب اكظم غيظك. الباعث الثاني: موافقة الأقران، الله أحق أن تستحي منه، الله أحق أن ترضيه. الباعث الثالث:
أن ترفع نفسك على أنقاض الآخرين، رفعت نفسك على أنقاضهم لكنك سقطت من عين الله، ولأن تسقط من عين الله أعظم من أن تسقط من السماء إلى الأرض. الله قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لهم صغار عند الله. طيب، أيام توجه إليك تهمة، أنا وفلان سواها وفلان سواها وفلان سواها، طيب فلان قدوة لك؟ يعني إذا كان واحد ألف إنسان اقترفوا معصية، يعني هذا بينجيك من عذاب الله؟ إذا المعصية رقعتها اتسعت لا تبقى معصية؟ لا، شوف أكثر النساء هيك الموضة فيها. يعني إذا كان أربع أخماس النساء لبسوا ثياب فاضحة أو ضيقة وساروا بها في الطرقات، يعني صار ما عادت معصية هي؟ هذا هو الجهل بعينه. المعصية مهما اتسعت رقعتها تبقى معصية. طيب هؤلاء قدوة؟ فلان سواء فلان قدوة؟ نبي؟ مشرع فلان؟ فلان ساقط؟ فلان عاصي؟ فلذلك مهما اتسعت رقعة العصاة المعصية معصية والطاعة طاعة، حتى يدافع عن نفسه فلان سوى هالشيء. يا أخي هالعلاقة ربوية، لك فلان أول صف يصلي يساويها، والثاني والثالث والرابع، بيذكر قوائم قوائم بأسماء العصاة، اغتابهم وما حس على حاله. طيب هؤلاء قدوة لك؟ ما قدوة لك هؤلاء. أيام الإنسان بباهي بنفسه عن طريق الموازنة، أنا فعلت فلان ما فعل، أنا عملت فلان ما عمل. بيقولوا له كلمة بعض الأدباء، رخصت الفضيلة تيها بنفسها فانكشفت عورتها. لما بتقول أنا فعلت والناس مقصرين، الناس ضايعين بس أنا مالي ضايع، الناس في غفلة بس أنا مالي غافل، طلعت أنت الغافل، طلعت أنت الضايع. لما تعمل موازنة تحكم على الناس وكأنك وصي عليهم وتبرئ نفسك، هذا عين النقص. سيدنا الصديق مدحه، ماذا يقول؟ والله قال قول يأخذ بالألباب، قال اللهم أنت أعلم بنفسي منهم، اللهم أنت أعلم بنفسي مني وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. هذا كلام سيدنا الصديق. فلان قال لك أنت منيح، الله يجعلنا عند حسن ظنه، معقول؟ ما بتعرف شيء لسه، لا حول ولا قوة، طلعت مالك منيح، الله يجعلنا عند حسن ظنه، هيك قل له، الله يسترنا، الله يتقبل عملنا، هذا فضل الله يا أخي. تواضع تواضع، فانظر إلى الأكحال وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين. الكحل حجر، الكحل حجر مطحون، وين بيحطوه؟ بالعيون، لأنه لين. قال له واحد للثاني، ما تفسير هذه الآية؟ الثاني سمعان تفسير رائع جدا، حكى له ما حكى شيء، بس مو هذا التفسير. قال له فيدنا، قال له فوق مستواك، ما تسمع علينا، فوق مستواك. فظاظات، رعونات، كبر لا يحتمل. أما الذي يغتاب بدافع الحسد فقد وقع في معصيتين، معصية الغيبة ومعصية الأخ، معصية مركبة بيلو معه قرحة وجلطة سوا،
أدوية القرحة بتضر القلب، وأدوية الجلطة بتضر المعدة. قرحة على جلطة، غيبة على حسد. قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب. هلأ في كلمات العامة يتداولونها هي كفر، يقول لك الله بطعم الحلاوة ما له دراس. ما أنت مو حكيم الله عز وجل. واحد له زوجة توفيت، يعني إلى أخت يعني أكبر منها ب 12 سنة، قال لي كان يأخذ هديك، يعني هو هديك متوفي زوجها، هو هي زوجته، قال لي كان يأخذ هديك. فالإنسان الذي يعترض على قضاء الله وقدره جاهل، لا يعرف شيئاً. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. ملك الملوك إذا وهب، مرة كنت راكب هيك بسيارة عامة، كاتبين هالبيتين، ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. قلت لا غلط هذا كلام، ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. اللي أعطاه بيعطيك، إله واحد، كلكم من آدم وآدم من تراب، والله ذو الفضل العظيم. أما عند البشر أخي فيه كان شاغر خلاص ما تأخذنا، في ملاك في وظيفة واحدة رئيس محاسبة أخذ فلان خلاص انتظر، هي عند البشر. أما عند خالق البشر فضله واسع، يعني من باب الافتراض لو أن البشر كلهم صدقوا كمحمد لكانوا مثله تماما، الله فضله واسع بيعطي الكل. الأصل الكثرة مو القلة، يعني ممكن يكون كل واحد منكم من أكبر المؤمنين، موجود الله، إله الصحابة إلهنا، بكل عصر في أبواب للخير، أبواب للعمل الصالح، أبواب للدعوة، الله فضله واسع. أما الذي يستهزئ من الناس، يا بيكون إنسان عنده هيك ضعف في عقله أحيانا، أكثر شيء المعلمين إذا كان طالب ضعيف أو يتكلم معه كلمات قبيحة جدا بحطمه لعشرين سنة قادمة. والله في أطفال مساكين يعني محدود التفكير، بين 50 طالب تلاقي المعلم بوبخه بقبحه بيوصفه بأبشع الصفات، بيبقى له 25 سنة معقد بالعلم الطفل. شيء كبير جدا المعلم الحكيم المؤمن الرحيم لقى طالب ضعيف في الرياضيات يعطيه سؤال سهل جدا يجيب عنه، بارك الله بك أنت جيد، أنت بنعشه بنعشه يرقى به درجة درجة. أما في مدرسين وقال لهم يعني خلفية دينية، إذا طالب غلط غلطة بالكلمات القبيحة بالكلمات بحطمه تحطيم. فالذي يستهزئ بالآخرين، يعني إذا كنت معلم، لو فرضنا أنت أب وسألك ابنك سؤال سخيف وقدام 5 أولاد بنتين وثلاث صبيان، وأنت أخذت ضحكت من السؤال السخيف وأمضيت عليه السهرة بالتهكم، بتعرف ما عاد لك ولا سؤال بحياته، خلاص قطعت العلاقة العلمية بينك وبينه. إذا كنت مربي فعلا مهما كان السؤال سخيف تجيب عنه باهتمام. أنا إلي كلمة بقولها دائما، إذا كان سؤال سخيف يا بني ليس العار أن تجهل، العار أن تبقى جاهلا. كلنا ولدنا لا نعلم شيئا، ليس العار أن تخطئ، العار أن تبقى مخطئا. شجع الناس يسألوك، لا تسخر من سؤال سخيف، لا تحطم واحد جاهل، لا تظهروا أمام الناس. النبي قال لا تحمروا الوجوه، يعني تسأل واحد سؤال بيرتبك رأسا جيب عنه أنت وخلصوا من الأزمة أجب عنه. فالاستهزاء أردت أن تخزيه أمام الناس فخزيت أمام الله. أما إذا ادعيت أنك غضبت لله تعالى فاغتبت زيدا وعبيدا، ما عند الله
لا ينال بمعصية الله، الله عز وجل لا يتقرب إليه بالمعصية، يتقرب إليه بالطاعة. أخي أنا ما تحملت هيك فلان يعمل، أنت حكيت عنه ممكن تنصحه بس بينك وبينه، أما حكيت أمام الملأ شو ساوى؟ أخي معقول تطلع زوجته تستقبلني؟ انصحه قل له نحن ما عندنا اختلاط بينك وبينه، أما أنت فضحته قدام الناس هو هالشيء ما منتبه له. بالمناسبة قال إذا واحد حديث إسلام يكون مثلا من جمعة تائب، في ألف قضية محرمة لا يعلم أنها محرمة، فإذا واحد من تائب جديد لا كثير تضيق عليه، اتسع فيه. في شخص يكون تائب من جمعة كان متفلت لأقصى درجة، تاب لا تحاسبه على القوائم كلها، حاسبه على بعض القوائم حتى ما تحطمه. فأنت ببالك قال في أربعة خمسة أسلموا، يلي أسلموا على يده أخذوا على المطهر رأساً، عمره كل واحد 25 سنة، هلأ ما رأيت الإسلام غير التطهير. ما في حكمة أبداً. قال إن الغضب لله تعالى لا يجيز لك أن تغتاب أحداً. وأحياناً التعجب، يعني أنت عجبت كيف يفعل فلان كذا، كمان هذا التعجب أو أوقعك في المعصية، لا كان هذا التعجب لألا تكون هذه المعصية. هي بواعث الغيبة أخواننا. أما أكبر ما يمنعك من الغيبة أن توقن أن الذي تغتابه سيأخذ كل حسناتك. إذا بتحب تعمل لك بيت خلال خمس سنوات كلفك شيء 6-7 ملايين، يجي واحد يأخذ منك استملاك بثانية واحدة، اعملها إذا بدك هكذا. أو إذا عندك مثلا شيء 70 شاحنة أنقاض، يجيك شيء 200 شاحنة فوق منهم تحطهم ببيتك، هي مشكلة ثانية. إما أن تطرح عليك السيئات أو أن تؤخذ منك الحسنات إذا اغتبت المؤمنين. لكن واحد فاجر، الفاجر ما له غيبة، يعني موضوع ثاني. يعني أيام في أشخاص هو يتحدث عن نفسه بكل أنواع المعاصي ولا يستحي بها، هذا موضوع ثاني. يعني